قسوة الكعبة الشريفة، هذا الرداء الأسود اللي يكسو أطهر بقعة على وجه الأرض، كيف يتم صناعته؟ كم يستغرق؟ كم عدد الأيدي العاملة؟ إيش أهم المراحل لصناعة هذا الكساء؟ كل هذه التفاصيل وغيرها راح ناخذكم في جولة إلى مصنع الكسوة ونتعرف عليها من خلال حلقتنا في خدام الحرم. عملت المملكة منذ تأسيسها على خدمة الحرمين الشريفين وكسوة الكعبة الشريفة، حيث أسست مصنعا ضخما لتلك المهمة من خلال مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحيث يتم تغيير الكسوة مرة كل عام. راح نتعرف احنا وياكم على اهم المراحل اللي تمر فيها صناعه كسوه الكعبه المشرفه. حياك الله، يا اهلا وسهلا. حياكم الله في مجمع الملك عبد العزيز لكسوه الكعبه المشرفه. طبعا زي ما انتم عارفين ان الحرير نستورده من ايطاليا، والذهب والفضه من المانيا. الحرير يجينا خام بنفس الماده الحافظه اللي هي ستيلسي. اوكي، بعد كده يخش المختبر لقوه الجوده والتحمل للخيط نفسه. اختبار تحمل الخيط. تحمل الخيط طبعا مع العوامل الجوية طوال السنة. جيد الخيط الحرير 100%، ينزع منه المادة الحافظة ويصير بنفس لون الحرير ونعومة الحرير. الآن طبعا في فرق طبعا مشاهدين في الملمس كبير بين الخام وبين الناعم، هذا اللي أنا قاعد ألمسه. يا سلام. لأنه بعد ما يتم اختبار الخام والتأكد من جودته تفرز منه المادة الشمعية الحافظة، تنزع منه المادة الشمعية الحافظة اللي هي السلسي. بعد كده يصير بنفس اللون وبنفس نعومة الحرير. جميل. بعد كده نصبغه للون الأسود وللون الأخضر. يروح من 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 المختبر إلى المصبغة. تصبغه من اللون الأسود للون الأخضر. الأسود طبعا لخارج الكعبة زي ما أنتم عارفين، والأخضر لداخل الكعبة. وللحجرة النبوية في المدينة المنورة. أما هذا قطن عايدي نحشيه بالحروف عشان تكون بارزة. هذا القطن اللي جاي على الحروف اللي تحت السلك الذهب والسلك الفضة تحت هذه الأسلحة. أي عشان تكون يكون الحرف بارز. نعم، جميل. طيب بعد ما انتهى من عملية المصبغة تحول على قسم النسيج الآلي. النسيج الآلي. الآلي. حلو. في عندنا من أحدث أنواع المكن. نعم. تجددت العام الحمد لله. نعم. جاءت أحدث أنواع المكن تعمل بالتاتش والأشياء اللي أنتوا لاحظتوها. نعم. نجمع العدد الخيوط اللي هي 8000 و قرابة ال 10,000 تقريبا. قرابة 10,000 مكرة. يا سلام. نعم. تنطوي حوالين مكرة وتوضع في الماكينة، وطبعا تشتغل الماكينة تطلع لنا قطعة بعرض 90 سنتي. قطعة المنقوش عليها ولا الثانية سنتي؟ لا، القطعة المنسوج عليها. سبحان الله. يا حنان يا منان يا ديان. نعم. بعد كده طبعا تروح لقسم تجميع الثوب. جميل. في عندنا ماكينة تعمل لغاية 15 متر تلحم القطع السوداء جنب بعض. اوكي. بعد كذا طبعا يجينا قسم الحزام. نعم. النسيج الآلي ينتج لنا القطع السوداء سادة اللي هي الحرير السوداء الخام. يا سلام. جميل. اللي هو ينذكر عليها أسماء الله الحسنى وآية الكرسي والآيات القرآنية كلها. إن أول بيت وضع للناس. يا سلام. في الحزام وفي ستارة الباب. طبعا الذهب والفضة نستورده من ألمانيا. جميل. بجودته بتحمله، لأنه عندنا هنا الحمد لله مختبرات. نعم. تكشف لنا قوة الجودة وقوة التحمل سواء في الحرير أو في السلك الذهب أو الفضة. ممتاز. بعد كده طبعا الأخوان يستلموا القطع في قسم التطريز. نعم. مطبوع عليها الآيات القرآنية سواء للستارة أو في الحزام. نعم. يحشوها بهذا القطن عشان تكون بارزة الحروف. جميل. بعد كده يكسوها بالسلك الذهب أو السلك الفضة. وتمر مراحل كسوة الكعبة المشرفة بمجموعة من الأقسام الفنية والتشغيلية، حيث تبدأ بمرحلة الصباغة وهي أولى مراحل إنتاج الكسوة بالمصنع، ثم النسيج الآلي الذي يحتوي على العبارات والآيات القرآنية المنسوخة،
ثم قسم المختبر الذي يقوم بإجراء الاختبارات المتنوعة للخيوط الحريرية والقطنية من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة. يأتي بعدها مرحلة الطباعة والتي يتكون منها قسم الحزام، التطريز، وقسم خياطة الكسوة، ثم وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة. وتعد الكسوة الشريفة للكعبة المشرفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، حيث يرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها، وبرع فيها أمهر العاملين في هذا المجال في العالم الإسلامي وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم. احنا الآن داخل قسم تطريز المذهبات، واللي يعتبر واحد من أهم المباني في مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة. هذه المرحلة الأولى لما توصل الخيوط أو القطن على شكل شلل تتحول إلى مكرات مثل ما انتم شايفين. وهنا في واحدة من المراحل المهمة أيضا، وهي مرحلة الخيوط اللي أنا ماسك الآن جزء منها في يدي، خيوط الذهب الفضة المطلية بالذهب طبعا، تجي على شكل مكرات تتحول أو تنلف إلى عيدان، سواء العيدان المربعة هذه أو الدائرية على حسب حاجة الصانع نفسه اللي هناك طبعا. وهي أنواع، في منها الخيوط الفضة وفي خيوط الفضة المطلية بالذهب. بعد كذا نجي لواحدة من أهم المراحل أيضا في هذا القسم، وهي مرحلة الخيوط القطن هذه اللي يعني شفناها في بداية المبنى، يتم وضعها على الخيوط الخاصة بهذه الكسوة مثل ما انتم شايفين. طبعا توصل هذه من المطبعة، مطبوع عليها الزخارف ومطبوع عليها النقوش والتفاصيل، يشتغلوا عليها الشباب بحيث انه يعني تشكيل عملية الحروف من خلال هذه القطن الخاص المصنوع لكسوة الكعبة المشرفة. احنا نوقف شوي ونسولف مع العم حمزة. العم حمزة طبعا 36 سنة يشتغل في مصنع كسوة الكعبة. حياك الله عم حمزة، صباح الخير. يا صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك ربي، يا مرحبا. ودنا نسولف معك ونقول لك، بس ودنا تعرف المشاهدين اذا ترفع لنا صوتك شوي، وش يعني طبيعة المهمة اللي نعم. حبيبي احنا بالطبع بيجينا المنسج مطبوع الحروف بالشكل هذا، نعم، اللي هي الخيوط على الطباعة. الطباعة ايوه على نفس القماش، نعم. بعدين بنقوم بعملية الحشو، جميل، اللي هي خيوط القطنية، ايوه. بنحشي الحرف، ايوه، زي ما انت شايف، ايوه، هذه الحشوة. من ثم نقوم بعملية القبقبة، قبقبة اللي هي بالخيوط هذه، جميل، زي هذا اللي هي تنعيم القطن للقطن، جميل، اللي على الحروف، ايوه، بحيث انه يكون الحرف بالشكل هذا. اوكي، بعدين من ثم بنقوم بعمل الخيوط الخضراء هذه. هذه ايش مهمتها؟ هذه تسمى الغرز. الغرز تثبت السلك، جميل، بحيث هنا شوف انا بشتغل هنا، ايوه، فثبت السلك اللي هو الفضه المطلي بالذهب اللي مثل اللي معي انا في يدي. ايوه، اوكي، معك بعمليه التطريز الحرف، جميل، بهذه الطريقه نطرز الحرف بهذه الطريقه. طيب، والغرز أيه. لما نيجي عند الخيط الأخضر كل رميتين من السلك هذا نحط عليه غرزة تثبيت. كل رميتين، كل رميتين من السلك هذا عليه غرزة. هو يجيكم كذا من عند الشباب مفروز بناء على الطلب، هو ملموم في الخشبة زي كذا ملفوف. أوكي، ايه، ونحن بنشتغل به زي كذا، بتحط كل لفتين عليها، كل رميتين سلك غرزة، كل رميتين سلك غرزة مثل ما انت شايفين. طيب، هذه الحين شوف هذه كده تعتبر رمية في السلك. طيب بعد كذا خلاص بانتهاء السلك هذا خلصت الحرف كده انتهت عملية التطريز. الثوب الأغلى على وجه الأرض، كساء الكعبة المشرفة، اللي تعرفنا خلال حلقتنا على آلية صناعته والمراحل اللي يمر بها والأيدي العاملة داخل هذا القسم. حلقتنا انتهت، حلقة جديدة وخدمة جديدة من خدام الحرم في الحلقة القادمة.